السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة تانية من حالات الالتراساوند، ده adult patient أو حتى ممكن طفل جاي بانجواينال swelling أو groin swelling. تعال نشوف طلعت إيه. ده كان adult male جاي بينلس non reducible right inguinal swelling. ليه انت حاطط non reducible؟ لازم اي inguinal mass like lesion او palpable lesion لازم اعمل فالزالفا، لازم نعمل compression، لازم نوقف العيان. يبقى التلاتة دايناميك دول لازم يتعمل، لازم نعمل فالزالفا، لازم نعمل compression بشوفها reducible ولا لا، واشوفها تندر ولا لا، ولازم نوقف العيان. دول التلاتة دايناميك بتوعنا. طيب بصينا على الانجواينال ريجن، هو انت بتدور على ايه في الانجواينال ريجن؟ على هيرنيا الى ان يثبت العكس، ده لو ادلت. طب لو طفل، هيرنيا او هيدروسيل الى ان يثبت العكس، ذا كومن از كومن. المهم الادلت بيشنت ده لقينا فيه ايه؟ ده سيستيك ستراكشر وله شويه وول ثيكنينج وله سلوبنج اند سوبيرلي، يعني ممكن يكون هيرنيا ساك. طيب مفيش اي مشكله، قعدت اضغط ما بيضغطش، الفلويد ده ما بيفضاش. طيب اقول له احزق، الفلويد ما بيجمعش ولا بيزيد. يبقى خلاص على كده، ده كده اوفال شيبد ستراكشر، سيستيك ستراكشر وله شويه ميورال ثيكنينج. طب الفات اللي حواليه لحسن يكون ده كومبليكيتد ولا لا؟ ده السبكتينيوس فات وده تقريبا الفات اللي حواليه، ريلاتيفلي الاثنين قريبين من بعضيهم. الفات طبعا ايزوكوك تو سلايتلي هايبوكوك، خلاص ده مش كومبليكيتد، ده مش ايكوجينيك فات. ونعمل طبعا شويه دوبلر ونشوف ايه الاخبار وكده. فكده غالبا ده isolated cystic structure في الانجواينال ريجن وكلير فات اراوند نوت ريتشنج التستس. التستس اهي موجوده على الناحيتين وفيه مينيمال هيدروسيل حواليها، ده طبعا فيري 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 كومن. احنا ساعات مع المينيمال اراوند بنعتبره فيسيولوجيكال، ممكن احطه كوصف لكن ما احطوش في الاوبينيون، ما احطوش في الدياجنوزي. طيب السيستيك ستراكشر اللي في الانجوينال ريجن مش واصل التستس، التستس يعني الناحيتين مور اور ليس سيم سايز سيم باتر، مفيش اي افكت على الفالزالفا، كلام جميل جدا. يبقى ايه السيستيك ستراكشر ده اللي عندنا؟ ذا ايزوليتد هيدروسيل للانجوينال كلام، بنسميه انسيستد هيدروسيل اوف سبيرماتيك كورد. ونرجع ونقول هي انواع الهيدروسيل ايه؟ انا مش هدخلكم في انواع كتيره، احنا بس ايه نوعين ثلاثه في الحته دي. لو لقينا فلويد حوالين التستس ومكمل للبريتونيال كافيتي ده اسمه كوميونيكيتنج هيدروسيل، اللي كوميدي بيبقى مشهور في الانفانس الصغيرين، وممكن يقفل بقى ايه على مدى سنه سنتين اب تو حتى 4 سنين. طيب لو الفلويد ده وصل للانجوينال كانال وما وصلش لغايه التستس هنسميه سبرماتيك كورد هيدروسيل، اللي ممكن في الحاله دي يا اما ده يا اما ده. لو هنا بقى انسيستد ده انسيستد هيدروسيل اوف ذا كورد، لكن لو ده مكمل مش هنقول بقى سبرماتيك كورد، هنقول فانيكولوسيل كانه انكمبليت. تمام، فاحنا عندنا يا اما كوميونيكيتنج يا نون كوميونيكيتنج، تمام، او سبرماتيك كورد. السبرماتيك كورد هيبقى يا اما فانيكولوسيل يعني دخل في الانجوانيال كانال ومش نازل لغايه التست، يا اما انسيستد. تمام، نفس الاسامي دي في الميل هتلاقيها شبيهه ليها برضو في الفيميل، ان ممكن الاقي انسيستد هيدروسيل اوف كانال اوف نوك، تمام، وليس طبعا ايه السبرماتيك كورد. اوكي، فده بالنسبه لنا انسيستد هيدروسيل، مفيش اي كومبليكيشن فيه ولا حاجه ومفيش اي هيرنيشن. لازم نعمل الثلاثه دايناميك ستاديز، الستاندنج، البالزالبا، الكومبريشن. يا الله، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.